الآن تقدم النجم شريف منير في كلمتين وبس. في الأسطورة الفرعونية القديمة أوزوريس قال: إذا صح النيل صحت مصر، وإذا فسد النيل فسدت مصر. الله على الكلام، كلمة قالت من آلاف السنين، لكن حقيقة عشناها لغاية دلوقتي، وحتفضل لغاية آخر يوم في الدنيا. يا ترى احنا بقى عاملين ايه مع النيل اللي أجدادنا من آلاف السنين كانوا عارفين قيمة كل نقطة مية منه؟ كنا اتكلمنا قبل كده معاكم عن أهمية الموضوع، وفكرناكم بإعلانات التوعية اللي كانت بتتذاع في التلفزيون عن الست سنية اللي سايبة المية ترخ من الحنفية. إنما الحكاية ما بقتش على قد الست سنية وبس، جريمة هدر المية يا سادة بقت بتتعمل كل يوم ومن سنين طويلة. تلاقي كل واحد عنده مية في بيته فاكر إنها ملكه لوحده، يعمل فيها اللي هو عاوزه، والمصانع والبنزينات وغيرهم بيتعاملوا مع المية كأنها شيء مستحيل يخلص، رغم إن هم نفسهم اللي تلاقيهم برضو بيصرخوا لو اتقطعت كم ساعة. يا مصريين، نقطة المية في بلاد كتير بتتوقف عليها حياة إنسان. خراطيم المية اللي سايبينها عمال على بطال بنغسل بيها العربيات، وبنمسح بيها البيوت ومداخل العمارات، ونرشها قدام المحلات والقهاوي علشان الطراوة، يعني ممكن يعيش بيها بلاد. من فضلكم، أرجوكم، المية دي مسألة حياة أو موت. نقطة المية مسؤوليتنا كلنا مش بس الحكومات، فعلشان خاطر حياتك وحياة ولادك، من فضلك احترم وقدر وصول نقطة المية زي ما أجدادك الفراعنة كانوا بيعملوا. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي، ويكملها معكم شريف منير، حنان إسماعيل، وأيمن فتيحة. كلمتين وبس.